ريكو. ياسر. برج السرطان. ده واضح كمان انك انت سكر. طب بص يا سكر، انا عندي شغل كتير ومش فاضيه، فقدامك دقيقه بالظبط تقول انت عايز ايه. انا سكر جدا كمان، اوعدك مش هاخد من وقتك كتير جدا، لازم اظبط التايم بتاعي بس توعديني برضو مهما حصل ما تقوميش في خلال الدقيقه دي. اوكي؟ لا ده انت فعلا سكر، فانا هقول لك بقى عن اذنك. لا اتفضلي حضرتك، اتفضلي كده هتضيعي وقتي. يلا الثواني بدات، اتفضلي. بصي بقى يا ريهام هانم، انا ياسر برج السرطان، عندي فيلا في كومباوند في الشيخ زايد، لازم استلمها وادفع دفعه استلام كبيره، غير بقى الاقساط الشهريه اللي تخش عليا والاقساط السنويه، مبلغ يقطم الوسط. مش عارف اعمل ايه. مطلوب مني 4 مليون. والله تخيلي، فانا جاي لسيادتك النهارده عشان اطلب 5 مليون. يا قلبي. 4 مليون عشان استلم الفيلا. ايوه واخده بالي. ومليون عشان اشطبها. شفتي بقى مدام ريهام، فاضل لسه 20 ثانيه على اتفاقنا. انا عايزه احط على الخمسة مليون مبلغ اضافي لعلاجك، لانك انت مختل عقليا وعندك لطف. لا انا مش مختل ولا حاجه الحقيقه. يعني بعد اللي انت هتشوفيه وتسمعيه هتعرفي ان المبلغ ده ضئيل جدا قصاد البلاوي اللي هتشوفوها. بصي بقى سيادتك، انا عايزك تتفرجي على الفيديو ده بس ما تعليش الصوت، ها؟ في المداري، عشان في حاجات عيب قوي. دي مدام كامله. والحقيقه اسم على مسمى، مرات الاستاذ مروان وسعادتك. والامر اللي قدامها ده انا اقذر واحقر شخص ممكن تقابليه في حياتك. اضطريت بقى اداري وشي عشان الفضايح. انت عارفه اللي بيحصل. وسبت مدام كامله بس.